صح عيدكم وكل عام وأنتم بألف خير لكل الأمة الإسلامية عامة وعلى الشعب الجزائري خاصة، وبالأخص كل حباباتي اللي عزاز على قلبي، نقدم لكم أحر التهاني الخالصة لكم ولكل عائلاتكم، ونقولكم عيدكم مبروك، تعيدوا وتعودوا بالصحة والهنا، وعبال إن شاء الله العام مادي تكونوا خيم هذا العام. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، جبت لكم تدبيرة ربما تفيد البعض منكم، واللي هي كيفاش نستعملوا الصفافة تاع اللوح بلا ما ينحرقونا. إذا تبعوا معي الفيديو. بمناسبة عيد الأضحى المبارك اليوم إن شاء الله جبت لكم تدبيرة ربما نفيدوا بها بعض الناس اللي ما يعرفوهاش، هكذا نفيدوا بعضنا بعض. إذا تدبيرة تاع اليوم خاصة بهاد العيدان الخشبية، نباعو هكذا واجدين في الشكاير في المحلات، نحتاجوهم بزاف هاد العيد، خاصة كي نشويو الكحلة ولا لي بغوشات، نقدرو نعملو فيهم حتى السوسيس، كاين يعمل فيهم حتى الكفتة كي تكون بشكل طولي. إذا شوفو هادو العيدان الخشبية، إذا كان نستعملوهم هكذا مباشرة نعمروهم باللحم ونعملوهم ينشوا فوق الفحم، ينحرقونا ويتكسرونا. عليها التدبيرة تاع اليوم هي بلي ما نستعملوهمش مباشرة، خاصنا نبيتوهم ليلة كاملة ينتفخوا في الماء باش هكذا ما ينحرقوناش. شوفوا هو تاع انا عملت في باسينة، عملت فيها الماء، بس هاد الباسينة ديالي ما ساعدتنيش. اللي عندهم لي كوفات بشكل مستطيل ولا مربع يفيدوهم، شوفوا ما تحاوليش. عليها خاصني نسلك راسي، انا جبت هاد الصينية، شوفوا نحطهم فيها. دائما انا كي نشريهم نبدا بيهم هكذا ونزيدهم شويه تاع الماء غير باش يتغطسوا هكذا، ونبيتهم ليله كامله حتى يشربوا لي مليح هذاك الماء هكذا. بهذه الطريقه ان شاء الله ما يزيدوش يتكسروا لنا وينحرقوا لنا كي نشويو بهم، نخليهم يباتوا ليله كامله. نعاود نشوفكم هو دو صفاف تاع اللوح، خليتهم باتوا ليله كامله، شوفوا حتى الماء ديالهم راه صفار، الاول كي نتفخو غايب. اذا الان نصفيهم مليح بهذه الطريقه، نعملهم يقطرو فوق سربيطه ولا طوغشون حتى لي ينشفوا لي مليح، ونعاود نخبيهم وقت الحاجه نستعملهم. ها هو دو الصفافات خليتهم حتى لي ينشفوا مليح، شوفوا راهم عاود ولاو اللون ديالهم الطبيعي. والان نعاود نخبيهم في ديك الشكاره ديالهم، عاود ندخلهم فيها وقت الحاجه نستعملهم، نسيبهم واجدين. انا نستعملهم خاصه كي نخرجوا الخرجات ناكلوا المشوي في الغابه ولا في البحر نستعملهم، اما في الدار انا نستعمل هادو تاع الخومي، راهم انواع. شوفوا انا عندي هاد زوج تاع الانواع نستعمل بهم في الدار، وحبيت نوريكم فاش نخبيهم. ونخبيهم انا في هاد الشكاره تاع لاباط فيلو، نحبها بزاف على خاطر تجي خشينه وما ينتأبوش فيها. اذا نطحيهم فيها، ونعمل دائما هاد الشوكه ديالهم هي في الفتحه، نخبيهم فيها وقت الحاجه نجبدهم. اذا كانت هذه هي التدبيره تاع اليوم، نتمنى انني فدتكم بها، ونشوفكم في مره اخرى ان شاء الله، ومع السلامه.